هذه الدوائر على أسطح المباني تبدو وكأنها لوحات فنية بألوانها الحمراء والصفراء والخضراء الزاهية، إلا أنها في الواقع محاصيل زراعية. التقليد السنوي الذي تتميز به قرية وانغلينغ الصينية يجذب عشرات السياح الذين يحضرون للاستمتاع بهذا المنظر الخلاب. سكان القرية يستخدمون سلالاً من الخيزران، يضعون بداخلها الفلفل والأرز وفول الصويا، تترك على أسطح المباني لتجف تحت أشعة الشمس. وعلى الرغم من أن نثر المحاصيل على الأسطح قد يبدو لغرض التزيين وجذب السياح، إلا أنه في الحقيقة طريقة يتبعها السكان بسبب عدم وجود أراضٍ مسطحة تساعد في التجفيف.